هذا نوع من أنواع الإرهاب. السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. وحلقة اللي غنهضروا عليها اليوم مهمة وخطيرة جدا، علاش هاد النقافات اللي سماهم بن كيران، اللي كانوا كيسميو بن زيدان، زاد في كل شيء زاد في كل شيء إلى آخره، دا 7 مليون ديال التقاعد، وكأن الوزراء الآخرين ما دا والو، وكأن الشفارة اللي باقي لحد الآن، ها اللي كيشد 20 30 40 45 في الشهر، هذه 30 40 عام موظفين كبار كتعرفهم على رأسهم الجواهر، شحال كيشد في الشهر، زيد الطيارة، زيد ما كيهضروش على هذا الشيء، على أين غير هذا ولد الحرام دا 7 المليون وداك الشيء في الشهر. المهم كيعاديو، علاش النقافات كيعاديو بن زيدان وبن كيران؟ حنا اليوم هنا ما كنتعاطفوا حتى مع شي واحد، وهنا ما كنتحاسفوا، لماذا العداء؟ راه العداء ماشي لشخص بن كيران، لو كان بن كيران سكيري بحالهم وزاني بحالهم ومخرويد بحالهم الى اخره، ويخدموا اجندات ما وراء البار بحالهم، ما كانوش غادي يهاجموا، كان غادي يكون هو الحبيب. والدليل على ذلك ملي جا السيد ديالهم اخناشون، شتو شنو دار في المغاربه؟ عاد لهم التربيه، زاد في كل شيء، اللي هضر يلعب في الحباسات تفتحات، وزير الدل ديالو عاد شتو شنو دار ياك، تحاموا على المغاربه، غصبوهم واغتصبوهم، ها الدعوه للزينه، الفجور، الخمور، والنقافات ما كيهضروش فقط، وباقين كيهضروا على هذا، هذا راه خرج من الحكومه اصلا، واش باقي في الحكومه؟ وباقين كينقروا عليه، علاش؟ لان داير ليهم الزنزان في الراس ديالهم، فعلاش هما كيعاديو؟ راه ما كيعاديوه شي، هو راه المعاداه ديالهم للاسلام. اما بن كيران راه غير الشماعه او العكاز اللي كيتعكزوا عليه. واش بن كيران والاسلام؟ لا، ما كنقولوش هكا، لا يقول هذا الا احمق اخر. بن كيران يتبنى خطابا ومرجعية عند علاقة بالإسلام، هادو ما عجبهمش الحال، هادو كيقول الإسلام حدو حد الجامع، صلي وديها في سوق راسك، الدين لله والوطن للجميع، لا دخل للدين في السياسة، يجب فصل الدين عن الدولة، يجب فصل الدين عن السياسة، بينما الحقيقة يجب فصل عقول الملاحدة عن التفكير في الزنا والمنكرات، يجب فصل عقولهم وأفئدتهم عن الفواحش والمنكرات. يعني يجب فصل عقل الملحد على التفكير في الجرائم الجنسية ونشرها بين المسلمين. حنا كنتفقوا مع بن كيران في هاد الحوايج اللي هما المرجعية ديالنا والإسلام ديالنا في هاد الموضوع هذا. سمعوا شنو غادي يقول على الماحية. النقافات ما كيعجبوهمش هاد الشيء، كيقول لك هذيك حرية شخصية، فهمتوا المغزى فين كاين؟ فعدائهم لبن كيران هو عداء مبطن للإسلام. خصكم تفكروا في هذه القضيه مزيان وسمعوا السيد شنو كيقول، وكنتفقوا معاه. ولو كان الشيطان، ولو كان ابليس، لو جاء ابليس بقرونه وقال هذا الكلام سننشره، شيء عادي. هذا الحادث المؤلم الذي وقع في سيدي علال التازي، والذي ذهب ضحيته يعني عدد كبير من الاشخاص، ما عرفتش شحال، نتيجه استهلاك خمور فاسده، وكل الخمور فاسده في رايي. منها ما هو فاسد يعني شرعا، ومنها ما هو فاسد طبعا. ف يعني انا حزين متاسف، كيف يعقل هذا الكلام؟ كيف يتهاون بالنسبه الينا كدوله في امر يهدد حياه، ليس فرد وليس فردين وليس ثلاثه، ولكن يهدد حياه العشرات وربما المئات. على كل حال هو يهدد حياة كل من يستهلك مثل هذه المواد على المدى البعيد. كيف يتهاون في هذا الأمر؟ اللي كنفهم أنا واللي كنعرفه هو أنه ملي تيكون اللي كتكون شي حاجة بحال هكذا، المنظومة التشريعية والمنظومة التنفيذية تتصرف بطريقة بحيث يكون الهدف هو القضاء على مثل هذا الوباء، ليغاديكاسيون. حنا ما كنتكلموش على الخمر كشيء حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو ام الخبائث كما لا يخفى، ولكن وماشي بصدد الموعظه، ولكن حنا كدوله على الاقل هاد الناس اللي كيبداو يعني يخلطوا ويجلطوا ويعطوا للناس، فهمتني ولا لا، مواد سامه قاتله تؤدي الى قتل يعني هذا العدد الكبير من الناس، هادو خص الدوله يعني 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 المؤسسات ديالها تجتمع وتعيد يعني تحليل الوضع
وتغير القوانين الزاجرة، القوانين التي تمنع وقوع مثل هذه المصائب، بحيث لا يبقى هذا في المستقبل. إذا أردنا أن نقارن هذا بالإرهاب، ما الذي يمنع الإرهاب؟ علاش تنقوموا بهذه الطريقة، هذه الشرسة والمحمودة؟ يكونوا اللي يقوموا به متدينين أو غير متدينين. الإرهاب لأنه يقتل الأبرياء بغير حق، وهذا أليس قتلاً؟ وهذه ماشي أول مرة يوقع هذا الشيء اللي وقع سيدي علي التازي. هذا الشيء هذا يعني أنا سمعت مثل هذه الأخبار في هذه الحياة الطويلة التي عشتها مرارا وتكرارا، وفي كل مرة شحال تيكون العدد. فداك الشيء اللي خاصنا نديروه، خاصنا نديروه باش هذا الشيء هذا ما يبقاش نهائيا. خاص هذا الشيء يوقف، وخص الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الشيء هذا. وأنا أتساءل، الناس الذين يدافعون عن عدم تنفيذ حكم الإعدام في الوطن، أو الذين يدافعون لإلغاء حكم الإعدام، واش ما تيبقاش فيهم هاد الناس اللي كيموتوا؟ دابا متأكد أنه 8 الناس ماتوا، ربما العدد الحقيقي هو 15 ولا 16 إلى حد الآن، وربما رحنا غاديين ل 20 ولا 30 واحد، شحال ديال الناس انعاش إلى آخره. فشنو وقع في هذا المغرب؟ واش غادي يغلبونا هاد الناس ديال المحيا ولا كيفاش؟ ما تقولوش لي انت السي عبد الاله ملي كنت رئيس الحكومه علاش ما درتيش هاد الشيء؟ انا ملي كنت رئيس الحكومه كنت كنعالج المشاكل اللي وصلوني جهد المستطاع ديالي، وكيف ما كان الحال الا كنت انا كاع قصرت ملي كنت رئيس ديال الحكومه، هذا لا يفيد بانني ما بقاش عندي الحق اليوم نتكلم، لان هادو اللي كيموتوا مغاربه اخواني مسلمين عندهم اسر، عندهم ازواج واولاد وبنات، هاد الاسر ديالهم الان ستتعرض للضياع، كانوا يعولون اسرا بكاملها. طبعا الظاهره كبيره خصها تدرس، ماشي نقولوا باللي غنحلوا لهم المشكل نجيبوا لهم الشراب اللي هو قانوني، لا، خصها تدرس علاش هاد التناول ديال الخمر بهذه الطريقه هذه في هذا الوطن العزيز، في واحد الامه مسلمه، فهمتيني ولا لا؟ وبهذا الحجم اللي كيخلق كوارث اجتماعيه، خصها شي تدرس من جميع الجوانب. ولكن العقاب خصو يكون عنده نتيجه زجريه تنهي هذا الوباء. ولهذا انا بغي نولي نذكر، راه المسؤوليه هي على كل المسؤولين، راه المسؤوليه ماشي هي دير الخاطر ديال الناس، راه المسؤوليه هي اتخذ القرار اللي فيه مصلحته. ومع ان حتى مصلحه اصلا باش يشربوا هذه الخمر كلها، احرار هذه الخمر هذه التي لا تذهب العقل فقط، ولا تذهب المال فقط، ولا تذهب الصحه فقط، ولكنها تذهب الارواح. وهاد الناس هادو مساكين، يعني المصير ديالهم مع الله هو اللي عالم به، ولكن هذه ماشي موته، هذه الانسان يموت سكران، ويموت سكران بالباحيه والمواد القاتله. كلشي هذا الشيء تيألمنا. فلهذا انا اذكر المسؤولين عن هذا الملف مثل لا، باش يجلسوا يتخذوا القرار اللي كيشوفوه صواب، باش هذا الشيء هذا يوقف، وممكن يوقف. ممكن. الحمد لله انا قلت لكم، احنا من الدول الاكثر نجاحا في العالم في مواجهه الارهاب. والفضل بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع للناس ديال الامن ديالنا اللي هم على يقظه تامه، واللي ما كيكتفيوش بمحاربه الارهاب في الوطن، بل يساهمون في محاربته في العالم. وفي عدد من الدول الصديقه والشقيقه. وهذا لا يملكون الا ان 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 يعني ان ننوه بهم وبعملهم. هذا نوع من انواع الارهاب. يعني 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 اعمال تذهب بارواح العشرات من الابرياء، هذا نوع من انواع الارهاب، وان جاء في شكل مواد سائله. فضلا عن يعني إمكانية إصابة العدوى للشباب والصغار، ويعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أنا أنبه وأرجو أن يستجاب يعني في الحد الأدنى،
وتبقى مسؤولية الحكومة كاملة في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.